إذن بالنص بتاع سورة الرحمن وسورة القصص، الله عز وجل له وجه، كل من علي فان وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولا أتبع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. طيب، وستذكر تحب تنقل على الإيدين، هل له يدين؟ طيب، أعطى القرآن لله يدين، يعني في سورة المائدة آية 64 بيقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. تمام، راح تعيني على الشباب للشباب. فانت قلت لي في الاول ان هو ليه وجه، بعد كده قلت لي هو ليه ايدين، صح؟ انت بتقول لي في سوره المائده ايه 64 بتقول لي: وقالت اليهود يد الله مغلوله، يعني ربنا ايديه مربوطه بسلاسل. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم، ربنا بقى بيتهم منهم ويقول لك هو اللي ايديهم مربوطه، ولعنوا بما قال. هو بقى بيتكلم عن نفسه، بيقول لك ايه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ربنا ايديه مفتوحه مش مغلوله يعني مقفوله، وينفق بفلوس زي ما هو عايز، بفلوس بقى ولا من غير فلوس مش مهم، مش ده موضوعنا. يبقى احنا اتكلمنا على الوجه واتكلمنا على الايدين، هنقف هنا. استاذ ليفي عايز تقول ايه؟ اتفضل. استاذ كارلوس بعت لي رساله على تويتر ولا لا؟ سوري بقى، على الفيسبوك. بص يا دكتور، هو كمان بما اننا بنتكلم عن الوجه المفروض ان هو كمان ليه عينين، وانا عايز اكد العينين. هو ليه اجزاء؟ دي اجزاء الجسم كلها. انا داخل على العينين اهو، داخل العينين اهو، داخل على العينين. سورة المؤمنون آية 23 ل 28: ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره أفلا تتقون؟ قال: رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إلي أن اصنع الفلك بإيه بقى؟ بأعيننا ووحينا. فإذا جاء أمرنا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليك منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل: الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب نستفيد من الآية إن هو قال: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا. إذن إحنا اكتشفنا من القرآن إن الله له وجه، واكتشفنا إن له يدين، واكتشفنا إن له عينين. طيب، هل الله عز وجل بيتكلم وله صوت؟ هنأجل ده ونشوف. هو في الآية الثانية بتاعة سيدنا عن موسى: وتصنع على عيني. صح، هو واتصل على عيني. صح، ادي ايه كمان حضرتك؟ وايه تانية عن يوسف از ويل، بيتكلم برضه عنه ان هو نشأ، بس انا ايه ده تحضرني ان هو كبره في عينينا برضه، هو عنده عين من ماشي كبير. اتفضل حضرتك. تمام. طيب، استاذ كارلوس ما بصش على الرساله. طيب، يبقى احنا كده قلنا قلنا لحد دلوقتي وصلنا للوجه والايدين والعينين. هل الله يتكلم وله صوت؟ يعني ايه الكلام وله صوت؟ عشان بس نستفهم، انتوا حضراتكم عارفين ان الكلام اللي انا بقوله ده من الاحبال الصوتيه، في فايبرز كده موجوده في الزور بتطلع لما الهواء بيخرج من القسمه الهوائيه، بيضرب في الاحبال ديت حبلين كده عاملين زي الفي، حرف الفي، وهو بيخرج انا بتحكم في الهواء دوت باللسان وبالاسنان وبال الكيكس اللي هي خدود، حتى بيعتمد الخدود بتحكم بيه باللسان. الهواء اللي خارج ده، بص تاني، في صوت خارج من القصبة الهوائية لبره، هواء قصدي مش صوت، وهو خارج في حرف V، أحبال صوتية اللي هي فايبرز، اللي هي
الناس اللي ما عندهاش الفايبرز ديت مثلا مش هيعرف يطلع الهواء ده، مش هيعرف يعمل الفن اللي انا بعمله ده. هبدا اتلاعب بهذا الهواء باللسان والاسنان والخدود عشان يطلع الكلام ده الله محمد. الميم خلي بالك انا حطيت الشفايف جنب بعضيها والهواء طالع للناس، الشفايف الشف الاول اللي فوق والشف اللي تحت. لما الشفتين بيلمسوا بعض وبوقف الهواء بيعمل حرف الباء. لما بوقف الهواء في الزور بوقفت الهواء في الزور اهو، ده معناه ايه؟ همزه احمد ملائكة. ترى الكلام والصوت كده عرفنا ان هو بيطلع من مخارج الحروف. يا استاذ بنجي مشكله مخارج الحروف، مخارج الحروف مش الاصل، مخارج الحروف انا خرجت الزنه اتعاملت مع مخارج الحروف ديت علشان اعملها في حروف ما، انما الاصل الاحبال الصوتيه. لما ربنا يتكلم يبقى لازم تكون له احبال صوتيه ولسان واسنان وتشيكس وشفتين علشان يطلع الحروف دي. يبقى انا المحاضره اللي انا قلتها دي كلها عشان تعرف الحروف دي طلعت ازاي، الحروف كلها طلعت عن الطريق ده. طيب تعال نشوف بقى الايه القرانيه اللي بتثبت الكلام بتاع كلام الله. ايه واضحه جدا، سوره النساء ايه 164، وكلم الله موسى تكليما، مش كلاما، تكليم. يعني ده كان بيحاوره زيكم كده بالظبط، كان بيحاوره هل بقى مسجل الكلام ربنا وما عندوش مثلا احبال صوتيه ولا اسنان ولا شفتين؟ الله اعلم. بس هو كلمه ازاي مثلا؟ الله اعلم. بس الكلام يدل على انه عنده احبال صوتيه وعنده كل الاعضاء اللي انا قلتها دي. طب هل مثلا في ايه تانية؟ في ايه تانية سوره الاعراف ايه 22 قال ايه؟ فلما ذاق الشجره، بيتكلم على ادم وحواء اكل من الشجره، فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنه. يعني حطوا بقى ايه؟ حطوا الورق الجنه على السواء بتاعتهم على الاعضاء التناسليه. ونادهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. ونادهما ربهما، يعني ربنا بيزعق وبينادي. يبقى احنا عندنا من الايه من سوره النساء وكلم الله موسى تكليما وناداهما ربهما، يعني كهدان عليهم. اذا الله يتكلم كما نتكلم. انا هقف عند النقطه دي، اتفضل يا كابتن استاذ عاصم. يعني الايه بتوضح ان ناداهما ربهما، يعني ده دليل على انه لديه فم ولديه لسان يكلم به عباده كما ورد في سوره الاعراف. هناك ايضا صور ال حضرتك دلوقتي عايز تثبت لنا ربنا بيعرف يكتب ولا لا؟ اعتقد لا، هو بيعرف يتكلم، بيعرف يتكلم بس هل بيعرف يكتب؟ يعني هو اللي كتب الالواح مثلا. هل هو لديه يدين؟ هل يديه لديه يدين؟ ما هو اصل هو معنى ان هو يبقى بيعرف يكتب يبقى هو بيكتب بايديه. هو احنا اثبتنا ان ليه دين، ماشي، اثبتنا ان ليه دين. فانت عايز تقول لي بقى وهو بيكتب يعني بيعرف يكتب زينا؟ عايز تقول كده؟ هو في ان هو في القران في كتابه الالواح اللي اعطاها لموسى بيقول قال يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. دي وردت الآية دي وردت في سورة الأعراف آية 144 و145. يعني إذا هو بيكتب زينا بالظبط بدليل إنه كتب على الألواح. نرجع بقى من الاول تاني. يبقى هو له وجه، وقلنا الايات بتاعت الوجه، له يدين له عينين، وبيعرف يتكلم زينا زيه لما كان بيكلم موسى، وقال لنا الايات اللي بيتكلم مع موسى. وحضرتك بتقولي بيعرف يكتب اكيد. واستشهدت انت بالايه اللي بيقول لك يا موسى ان استبيتك على الناس وكتبت كلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين، وكتبنا له في الالواح. ربنا بيعرف يكتب في الالواح. تمام. يبقى احنا كده لحد دلوقتي احنا بنتكلم، عشان بس الناس داخله الروم جديده، احنا النهارده بنتكلم على تجسيد الله في القران. طبعا تجسيد الله في الاحاديث باين ومعروف وبيلبس ايه تمام التمام. النهارده بنتكلم موضوع تاني، لطالما رفض المسلمون تجسيد الله في صورته البشرية لما نزل الاب ونزل في صورة المسيح. النهاردة بنثبت بالقرآن ان ربنا برضو تجسد وله جسد زي البشر، وبنثبت هذا الكلام. طيب هل يا استاذ كارلوس، هل ربنا يعني له مشاعر وبيحب ولا لا؟ استاذ كارلوس مشاعر وبيحب. اللي في سورة البقرة آية 195. ما هو يعني ايه مشاعر؟ يعني انت لما بتحب الكلب بتاعك، انا بحب الكلب بتاعتي، ده معناه ايه؟ يعني ايه حب؟ يعني اول ما بتشوف ان الله يحب المحسنين. ايوه مين الآية في سورة البقرة الآية 195 بتقول ايه؟ بتقولوا انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. دي الايه بتاعت في سوره البقره ايه 100. تمام يا تمام. الاستاذه ساره برضو اتكلمت صح يا استاذه ساره؟ مش حضرتك اللي كنت بتكلمي؟ تمام. هي كانت بتقول نفس الايه بالظبط يا استاذ كارلوس بالظبط. يبقى احنا بنثبت ان ربنا ليه عنده حب، بيحب، عنده مشاعر. طب ايه راي حضرتك يا استاذ كارلوس في آل عمران 76؟ في آية عمران آية 96 بتقول بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. يبقى ربنا بيحب، الله محبة، ولا انا غلطان يا استاذ كارلوس؟ ده من القرآن، احنا بنتكلم من القرآن النهارده. ايوه غلطان يا استاذ. هاي. ممكن انا تديني المداخله؟ اتفضل يا استاذ وليد، مع اننا ما خلصناش. لا يا دكتور معلش يا استاذ وليد، استنى لغايه ما نخلص كله وليد حضرتك. يعني انتم امتى هتدوني مجال؟ يعني انتوا حضرتكم بعد ما خلصت المحاضره. طب الاستاذ سهيل هي اللي قال. لا حول ولا قوه. كنت عايز توصل احنا ودي الاستابلش زايديه ان هو ليه جسم زينا بالظبط زي المسيحيين ما بيقولوا. لما خلص الفكره يبقى هو يرد ويقول لها امتى هتخلص الفكره؟ طب هنخلص بسرعه، هنخلص اهو. طب انت لما تجيب ايه انا اعلق عليها بعدين تجيب ايه وانا اعلق عليها. انت اصلا ما تعرف، انت حضرتكم القاعدين هنا مش عارفين تقراوا الايه. يعني بترفعوا المنصوب وبتنصبوا المرفوع، ولا حول ولا قوه الا بالله. طب خليك معانا يا استاذ وليد، ما هو الفكره الاساسيه تجسيد الله مش مهم ازاي بنقراها، المهم موجوده في القران. انت اللي تقراها صح ولا بتقراها غلط، بس موجوده ولا مش موجوده؟ يبقى انت اللي بنقولها. لا مش موجوده. ايه اللي مش موجوده؟ الايه اللي احنا بنقولها. الآية موجودة بس فهمك للآية مش صحيح يا أستاذ. أستاذ إيه اسمك إيه حضرتك؟ السيسي. اسمك إيه؟
السيسي. اسمه السيسي، اسمه السيسي. يا يا خرابي. طيب ماشي، اهدى بس ارجوك اهدى استاذ. طيب انا هادي بس ادينا مجال عشان عشان ناخد وندي مع بعض يعني. طبعا يا خير استاذ وليد، ايوه تاخد فرصتك. بس زي ما الدكتور بنجي قال لك انه بنجي 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 ايوه، يعني لما تقول بياض البيض الصفار البيضه دي اصفر ولا اصفر، ده مش هيفرق. ما هو البيضه فيها صفار. لا يفرق حضرتك، القران عربي ولازم ولازم تفهميه كما يفهمه العرب الاقحاح. لكن لما انت مش عارف تقرا تعرف تنصب او ترفع ازاي، امال ازاي هتفهمه يعني حضرتك؟ طب استنى، هل الله تم تجسيده في القران ولا لا؟ لا. اني معكم اسمع وارى. ما احنا بنقول يا استاذ. طيب ما تدوني مجال عشان اتكلم بقى. اتفضلي 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 اتكلمي اتفضلي يا استاذ سهيلة. اتفضلي 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 حضرتك. وبعد كده نشوف بينزل ولا ما بينزلش، وبيحارب ولا ما بيحاربش، وبيضرب بالسهم ولا ما بيضربش، وعنده رجل ولا لا. انا بس عايز تجيب سهيله اب تو ديت. بص يا سهيله، احنا بنتكلم على تجسيد الله في القران النهارده لسبب. ليه؟ لان هم رفضوا المسلمين تجسيد المسيح. قال لك ربنا ما نزلش، والاستثمار الشرعيه النقطه دي. قال لك ربنا ما نزلش وما جسدش نفسه، ما نزلش بالتجسيد. يعني الله الاب الاب ما بقاش المسيح. فانا بستشهد من ايات من القران ان الله بيتجسد في القران ذات نفسه. ما احنا عندنا تجسيد برضه. فشرحت بعض الايات السريعه. معلش معلش خليكم معايا بس عشان الاستاذ سعيد تبقى معايا. انا قلت ان ربنا انت عايز تقول ايه؟ يا استاذ بنجي، يا استاذ بنجي ما حدش يقاطعني بقى. استنى يا استاذ وليد. بص يا استاذ سعيد، انا قلت ان الله له وجه، لانه بيقول ايه؟ كل من عليا وجه، كل من عليا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وبيقول لك كل شيء هالك الا وجه. هل الله ليه يدين؟ لان اليهود عرفوا يد الله المغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا. بس هو بيرد عليهم بقى بيقول ايه؟ بل يداه مبسوطتان. خلاص. هل الله ليه عينين؟ لان هو قال فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا وفارت النور. ماشي. هل الله له كلام وصوت؟ وشرحنا يعني ايه كلام وصوت. وكلم الله موسى تكليما. فلما ذاق الشجرة فبدت له ما سواهما وطفق خشبان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما. ناداهما يعني وناداهما يا استاذ ارجوك. وناداهما وناداهما يا استاذ سعيد. بعد ما شرحنا الوجه، لان بنتكلم بقى اكتر من ساعه، الوجه واليدين والعينين والكلام والصوت. هل الله بيعرف يكتب؟ بيعرف يكتب. بدليل ايه؟ في سوره الاعراف لما قال قال يا موسى ان اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الالواح. وكتبنا، يبقى ربنا بيعرف يكتب زينا. وبعد كده وقفنا عند النقطه ديت، ولسه معانا حاجات كتيرة جدا. هل الله بيحب؟ يعني عنده مشاعر؟ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. اللي قالتها الاستاذه ساره. وقالت ايه تاني؟ الاستاذ كارلوس قال لك ايه؟ بلى من اوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين. اذا الله بيحب عنده مشاعر. بلى من اوفى بعهده. لا انت كده هتنزل يا استاذ وليد على فكره. خليك معايا يا استاذ وليد، معلش خليك معايا انا وما تمشيش. هتكسب معانا في الاخر وتاخد حق الرد. كمل. طيب استاذ سهيله، هل الله يجلس على العرش زي ان ربكم الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر في سوره يوسف؟ طيب يبقى اتكلمنا عن الحب والايدين والعينين والجلوس والكتابه والكلام. طيب الاستوى ده نفسه دكتور هيقول لك غير معلوم. وليد لما لو طلعته هيقول لك غير معلوم ومش عارف ايه وليه. خلي معاك بس هو ليه استدلال تاني ان هو برضه معناها ان هو ليه كتله.
لان هو ليه وزن وبيه وبيجلس يعني. في الحديث الصحيح بيطقطق يعني لما بيجلس على العرش بيبقى ليه سكوت وهو بيطقطق. معنى كده ان هو ليه وزن، معنى كده ان هو ليه ماس كتله يعني كتله. طيب معلش بقول العيب تسمع عشان الناس هتفهم. لو عايز تتكلم اكتر في اي وقت قول. بس العيب كده اكتر في ان ما يثبت ان الله ينحى كمان. بيقول لك الآية رقم 67 في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وفي سورة هقول لك ناس الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون. فربنا بينسى. الاستاذ خالد بيقول لك ربنا بينسى يعني ليه بيفكر زينا بالظبط عنده ديمنشن. لو احنا عندنا ديمنشن هو عنده ديمنشن لانه بيقول ايه ناس الله فنسيهم. في آية تانية اللي هي بيستشتغل القرار بيتجع عنه يا دكتور بنجي. صح. ما نبي من الآية الناس في القرآن ده أكبر دليل على أن ربنا. طب أنا أقول السجدة آية 14 بيقول فذوقوا بما نسيتم يومكم فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا يا أستاذ مطفر ولا حول. وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعلمون. تمام. طب خليني بس أرجع تاني أكرر شيء في المايك ثانية واحدة عشان بس نخلص الموضوع عشان الناس ما تتوهش. في المايك ثانية واحدة طيب يبقى احنا يا أستاذة سهيلة معلش علشان بقى كلام الأستاذ سهيلة. انا اتكلمنا عن الايدين والعينين واتكلمنا عن الحب واتكلمنا عن الجلوس على العرش واتكلمنا عن النسيان والايدين بتوع النسيان زي بقى انا والاستاذ كارلوس سبت التوبه ايه 67 قال لك ويقبضون ايديهم ناس الله فنسيهم. وقال لك ايه ثانيه في سوره السجده اللي هي ايه 14 بما نسيتم لقاء يومكم هذا الا نسيناكم. طيب هل الله يتحصر يعني بيتحصر زينا كده وبتجيله غصه في حاله زينا؟ يا حصرتها على العباد. انا مش عارف مين اللي قاطع يعني ارجو ما حدش يقاطع انا خلص. طيب ايوه هل الله يتحصر يا حسره على عبادي لا ياتيني الرسول اللي كانوا بيستهزئون الايه سوره الحاقه وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسره على الكافرين. يبقى الله يتحصر. طب هل الله يمكر؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. الاولانيه كان في سوره ال عمران والثانيه في سوره النمل. طيب وممكن في سوره الامثال برضه بس انا عايز اخلص علشان ايه الناس ما تنساش. طيب هل الله يخدع زي ما الاستاذ سعيد قالت ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طيب لما هرجع بقى ايه اهدوا بقى عليا. يبقى احنا كده قلنا بقى بس في ليريك صح يوم يكشف عن الفرق صح وين عمل سكوت فلايز كده وهو بيسارع وبيجري وهو بينزل ويحارب ونفسه يترميت صح ولكن الله رب صح والله اركزهم. بيقول لك الاستاذ اللي هو وليد بيقول لك والله عربي يا أستاذ اقرأ الآيات إيش صورة صحيحة. اقرأ الآيات بصورة يوم يكشف يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لا حول فلا يسجدون ويقول فلا يسجدون. نحن القرآن عندنا ما بيتحرفش كده. عامل استشهاد الرجل الساق ما الاستشهاد في الآية. حضرتك بتكلم ناس سكولرز يعني احنا مش عيال صغيرة. أرجوك اللي تشكل يعني انت تقرأ الآيات كده كلها لخبطة وتتكلم في يا
ينفع كده؟ احنا الفكره بس عايزين نثبت، بص احنا مش عايزين نثبت اللغه بنقولها صح ولا غلط، ولا حول ولا قوه الا بالله. الامر يتجسد ويتصف بصفات انسانيه والله عنده ناسوت ولاهوت. طيب امتى هتدوني المجال عشان اتكلم حضرتكم؟ يا حضرتك لا لسه ما خلصتش خالص ولسه قدامي بتاع نص ساعه. ايه راي حضرتك؟ ينفع كده؟ ينفع كده يا استاذ بينجي؟ انا مش عارف اخلص خالص ومش عارف اشرح ما بين. طيب ما انت ممكن تجيب استنى لك الاودينس. لا 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 استنى في الاودينس وبعدين حضرتك لما نيجي نخلص. انت اول واحد تتكلم لما هتخلص ونفتح المناقشه للناس تطلع اول واحد تتكلم. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب في سؤال خطير هنا بعد الايات اللي انا قلتها مع مريس والايات اللي انا قلتها من القران اللي هي مثلا وإذا قالت الملائكه يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. في هنا سؤال خطير، لماذا اختار الله مريم ويطهرها ويصطفيها على نساء العالمين اذا كان والدها المسيح مثله مثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون؟ وهو ذات نفسه القرآن اللي بيقول لك ان ولادة المسيح فريدة يعني ما لهاش مثيل، والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنا وأبناء آية للعالمين، ومريم ابن عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبها وكانت من القانتين. إذا القرآن بيقول لك ان المسيح زي بالظبط آدم، واتفقنا في القرآن والمسيحية على إنه زي آدم. طب إحنا أثبتنا الأستاذ مارس أثبت لنا إن المسيح تم تجسيده من الله. إذا المسيح لما يكون زي آدم إذا الله على خلقة المسيح، إذا الله زي آدم بالظبط على خلقة آدم. دي معادلة رياضية بسيطة معروفة. بالظبط. إشعياء 14 يا أستاذ ماريوس. إشعياء 14 كتب إشعياء 14 بس اللي هي والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلنا أبناء وأبناء العالمين. هل في إشعياء 14 كتب في مثيل للآلي ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عذراء تحمل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ ترجمة خاطئة يا دكتور. الترجمة العربية ملهاش علاقة خالص بالمسيح، هو ده تفسير يعني خاطئ للمسيحيين للنص اليهودي. يعني هو مفيش هل عذراء تحمل وتلد ابنا هي هل فتاة تحمل وتلد ابنا وتدعون اسمها عمانوئيل. دي المفروض كانت على حاجة تانية غير المسيح، بس هي يعني
ألقت كده بالمسيح، لكن تفسيرها اليهودي يعني أو فهم اليهود ليها مش زي فهم المسيح خالص. تمام، عندنا رد على الكلام ده، بس كملوا الحوار زي ما تحب. طيب انا اخر نقطتين وهقفل، والاستاذه سهيلة هي اللي هتمشي المسائل. ماشي. الله نور السماوات والارض. الله نور السماوات، سورة النور 35. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، زجاجة كانها كوكب دري، يوقد من شجرات مباركة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، إذا كان زيتونة يهودي، ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء، وبين الثاني، كلكم عارفين. أقول بس الآية من يوحنا 12 يا أستاذ ماريوس. يا أستاذ ماريوس، أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. كده أنا أستاذ ماريوس هتحب تقول حاجة في اللي أنا قلتها؟ لا تمام. إذن أنا بس من تجسيد الله في القرآن واضح جد إلى أقصى درجة بستشهد على إن الله إذا كان تجسيده في القرآن ده مش كده، وإن ولادة المسيح كانت فريدة من نوعها زي ما القرآن بيقول، إن المسيح زي ما الآيات قلناها هو تجسد الآب وتجسده في الجسد البشري، والآيات تدل على ذلك زي ما بيقول كمثل عيسى كمثل آدم، إذا الله جسد بشري أو جسد يشبه آدم أو يقدر يتجسد في الجسد البشري كما تجسد المسيح. بشكركم شكرا كتير. أستاذة سهيلة جروب مع حضرتك، وهنستمع لحضرتك. اتفضلي. بشكرك يا دكتور بنجي على الشرح الجميل ومبسط، والأستاذ اسمه إيه؟ أستاذ وليد لو عايز تطلع تتناقش. الأستاذ دكتور بنجي كلمنا إنه مفيش فرق عن بين القرآن والمسيحية عن كينونة الله أو تجسيده. يعني في المسيحية بيقولوا إن الله تجسد في صورة الإنسان اللي هو أو يسوع، اثنين شخص واحد جسد علشان يفدي الـ الإنسان أو يفدي الإنسان من الخطايا أو زي ما بيقول. في الإسلام أو في القرآن هو بالفعل متجسد، يعني ما اختلفش كتير عن الـ عن الـ 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 العقيدة المسيحية. عايز تقول إيه يا أستاذ وليد؟ أنا عايز أجيب كل آية على حدة اللي هو استشهد فيها. أولا مفيش آية، هسألك سؤال، هل الآيات دي بتقول صراحة إن الله ويمكرون ويمكر الله، يعني الله ليه مشاعر بيتبسط وبيزعل وبيمكر وبيخدع؟ طب ما أنا هجاوبك يا أستاذة. معكم يسمع ويرى. طب ما أنا هجاوبك. أولا كل الآيات اللي الأستاذ بنجي سردها هو كان يعقبها بفهمه هو، ولما يقول لك كل شيء هالك إلا وجهه يقول لك ده دليل على أن لله وجه. طيب أنت ايش عرفك أنت منين جبتها؟ منين دي أن لله وجه؟ يا الآية ما بتقولش كده. يا استاذ طيب ما سيبني اكمل بس. سيبني اكمل بس حضرتك، انت اتكلمت واخدت وقتك وبس سيبني اتكلم. لا مش هو اللي بيتكلم، انا اللي بتكلم بس. طب حضرتك اسئله استفسار كتير، انت لا مش واضحة يا أستاذ. هذا هنا في الآية هنا إضافة الوجه إلى الله، وليس الإضافة مطلق، الإضافة مطلق إضافة شيء إلى الله أو إلى أي شيء تعني الصفة، بدليل البارئ عز وجل يقول في القرآن وجه النهار وكفر آخرة، أضاف الوجه إلى النهار. هل النهار له وجه إلا بحبل من الله وحبل من الناس؟ هل هنا لله حبل؟ هذه هنا إضافات مجازية، هذه يعرفها لاحظ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل الذل له جناح؟ وجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. هل الجدار له إرادة؟ واسأل القرية، واسأل أهل القرية. فهذه مجازات معروفة عند أهل العربية، لذلك أنا أقول لكم
أولا تعلموا العربية، تعلموا كيف ترفعوا الفاعل تنصبوا المفعول، بعدين تعلموا البلاغة، تعلموا علم البديع، علم المعاني، علم البيان، وستعرفون أن هذه مجازات في قرآنية. ولو رجعتم إلى تفاسير يعني مختصرة، تفسير النسفي يا أستاذ، تفسير النسفي أو تفسير البيضاوي، أو تفسير البيضاوي، ستجدون يعني معلش معلش حضرتك، أيوة حضرتك، هنا كلمة العين، هنا العين هنا أضيفت إلى الله إضافة، ولم يقل الله أن لي عينا. أنت لازم تفرق. الله سبحانه وتعالى قال، أضاف الناقة إلى نفسه، قال ناقة الله وسقياها، هل لله ناقة يركب عليها؟ الله سبحانه وتعالى أضاف البيت إلى نفسه، قال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هل معنى ذلك أن الله جالس في الكعبة؟ الباري عز وجل قال: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. هل لله، هل للنهار وجه؟ هذه إضافات، هذه وليس الإضافة. وأنا عملت دراسة طويلة ونشرت على الفيسبوك، عفوا لحظة جيتني مكالمة. السلام عليكم، عفوا. أنا كسربات ميت. عفوا، انا جاني تليفون، عفوا جاني تليفون، معلش. ايوه، فاحنا عندنا انا احاول اخفض من صوتي، علشان احنا دلوقتي الساعة 2 كل حاجة، يعني الناس نايمة يعني. فأنا كنت بقول يعني إيه اللي هنا، هنا عندنا استخدامات مجازية، هذه استخدامات مجازية. حضرتك وجهة النظر وصلت. أنا عندي سؤال بس صغير خالص، اتفضل. أعرضه على حضرتك ويا ريت تجاوب. اتفضل. هو هل الله إسلاميا يرانا الآن أم لا يرانا؟ طبعا يرانا، طبعا. ازاي ملوش عين؟ انت ما انت لا تقس الباري عز وجل على نفسك، انت تحتاج الى آلة. طيب، انت حتى ترى الله سبحانه وتعالى زودك بعين لترى، أنك أنت محتاج لترى، أنت محتاج لأعضاء لترى بها، محتاج إلى أذن لتسمع بها، محتاج إلى عين ترى بها، محتاج إلى لسان تتكلم به. رب الله سبحانه وتعالى، أيوة، ما ايوه حضرتك، الله سبحانه وتعالى غني عن الادوات، وغني عن الالات، وغني عن الجوارح. الله سبحانه وتعالى ليس بجسم اصلا. انت تقول ان القران يجسم الله، الله سبحانه وتعالى قال في القران ليس كمثله شيء، انت تقول كيف من اين هذه الجرأة على القران؟ تقول القران مجسد؟ انت تفهم من هذه الوجه واليد، تفهم منها امور حسيه؟ هذه امور حسيه تكون في الانسان. انا بسالك، لو تكرمت يا فندم، في ناس بتسمعنا، احنا ما نعرفش الله له عين ولا رجل ولا ملوش، احنا بنسال سؤال بسيط. الله بيشوفنا دلوقتي، ازاي أيوة. بيشوفنا وملهوش عين؟ انا بتكلم سؤال بسيط جدا. ايوه، الله يرانا بدون آلات، وبدون ويسمعنا بدون جوارح، بدون جوارح. لأنه شوف يا أخ يسوع، احنا استدللنا من أن لك عين، أن هذه العين لها خالق. فلما احنا ممكن نستدل كمان
استاذ وليد ممكن يستدل كمان ان الله حكيم بس ما عندوش عقل، يعني شوف بس الاستدلال الخاطئ، حكيم خلق السماوات والارض لكن ملوش عقل. لا ما احنا ما نحن لا 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 نحن لا نضيق. لحظة 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 نحن طيب سيبوني أتكلم. العقل هو عقل الله الغير محدود اللي خلق به السماء والأرض. قلت العقل هو عقل الله، العقل هو النبع على الحمولة. أنت تعريف هو كم واحد بيتكلم؟ هو كم واحد بيتكلم دلوقتي؟ السؤال بسيط عليك يا اخ وليد. طيب انا سيبوني اجاوب، سيبوني اجاوب معلش. بص يا استاذ، انت دلوقتي مركب من عين ومن من عينين واذنين ولسان، وهذه استدللنا منها على ان هناك من ركبك، هناك من خلقك، فانت كيف بقى تعكس هذا على الخالق؟ كيف تقول الخالق نفسه له عين؟ طيب هذه اذا كان الخالق مركب من عين ومن من اذن، هو بنفس هو صار محتاج الى خالق اخر، والخالق محتاج الى خالق اخر، وهكذا هذا شيء يتسلسل. طيب يا فندم انا ما اتكلمتش على تفكير، انا ما اتكلمتش على تفكير. حضرتك مؤمن ان هو بيشوفنا النهارده، بيشوفنا دلوقتي؟ ايوه ايوه. بيشوفنا ازاي يا فندم من غير عين؟ خلق السماوات والارض ازاي من غير عقل؟ يعني هو حكيم ومالوش عقل. ايوه لانه احنا يا فندم احنا معرفتنا بالخالق معرفه حكميه وليست معرفه كنه وحقيقه. نحن لا نعلم حقيقه الله ولا كنه الله، نحن نعلم ان لهذا الكون خالق موصوف بالعلم، لان هذا الخلق فيه بديع الصنع وبديع الخلق، فاستدللنا من ذلك ان ان هذا الخالق عليم، واستدللنا حكيم. يعني هو حكيم بس الحكمه جابها منين؟ ايوه احنا لا نعم. انت متصف بهذه الاوصاف، العقل والعين واللسان والاذن والرجل، لكن الله سبحانه وتعالى ايوه ما انت خلق السماوات والارض بحكمته. ده موضوع الاطفال بتعرفه، الله خلق السماوات والارض والنجوم والكواكب بحكمته. هل له عقل؟ بقدرته. اذا هو حكيم فاذا له عقل، اذا لا لا اسلم بهذا، هذه مقدمه لا اسلم بها، لا اسلم. يعني هو حكيم ولا مش حكيم يا استاذ وليد؟ حكيم وعليم وخبير وعالم. حكيم بلا عقل، معلش انا عايزك تقول للناس حكيم بلا عقل. لا لا الله سبحانه وتعالى نحن لا يقال في حقه عاقل. لا يقال في اسماء احنا عندنا في الاسلام الاسماء التي تطلق على الله توقيفيه. افهم علي يا استاذ يسوع، يا استاذ يسوع يا حبيبي، العقل هذا غايته العلم، ومعنى انه عليم انه قامت به صفه اسمها صفه العلم، وثمة انفكاك بين ان العلم حاصل بعقل او حاصل بغير عقل، انما هذا في المخلوق. والعقل هذا تعريفه على مستويات عده فلسفيه، لو ذكرت واحدا منها انا مستعد لاتمام النقاش معك، ان لم تذكر خلاص مش ناقصه بها. تفضل اجيب. طيب أخلي النقاش لمين؟ بقول يا أصلا لأنك تحتاج إلى أن تتريث بتوقع على يقوله الأستاذ يا جماعة من غير شخصنة، بس من غير شخصنة يا ريت. طيب ممكن أكمل؟ نريد أن نفهمكم بأن نصف ساعة الرجل يريد إفهامكم لا تصبروا. طيب ممكن، جزاك الله خيرا مولانا. بس 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 ممكن أتكلم؟ به تعريف حسن البشري وبه تعريف سبحانه. هل انكر احد من المسلمين ان الباري تعالى عليم؟ ايوه نعم عليم. لماذا عليم؟ لانه قامت به صفه العلم. انتهى.
عندك اعتراض على ده يا فندم؟ غلط 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 طبعا. اذا النوع اقول لك غلط ازاي؟ لما يكون ذو علم يبقى عنده عقل مش حيوان. ايوه حضرتك ما بتكلمش اطفال يا ابني بالعقل. ايوه انسان. طيب يا استاذ يسوع، يسوع يا استاذ يسوع، ممكن اسالك سؤال حضرتك؟ احنا ايه جابنا لحكايه العقل دي؟ احنا سيبنا في اليد وفي الرجل، سيبك من العقل، هو الاستاذ بيجين بي 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 بينجي ما ذكرش حكايه العقل، العقل بعدين نتناقش فيها، بس خلينا نشوف حكايه اليد والرجل ومش عارف ايه المكر والحسره هذه. لما قال يا حسرة على العباد، مو هيك هو استدل؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه يا حسرة على العباد، هذا التحسر يعود للعباد أنفسهم، مش الله سبحانه وتعالى يتحسر عليهم. شوف والمعنى في التفسير أن استهزاءهم بالرسل حسرة عليهم، والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية له بعده حتى يبقى قلبه حسيرا. وفي بعض العلماء قالوا يا حسرة على العباد، يا ويلا لهم على ما فرطوا. أنت من أين تأتي بهذه التفسيرات؟ طيب ويبقى وجه ربك، قال المفسرون، ابن عطية قال هذا عبارة عن الذات، مثل لما قال في الآيات الأخرى أنه إنما نطعمكم لوجه الله، يعني نطعمكم ليس معنا لوجه الله أنه نريد نبتغي التقرب لوجه الله، لا لساق الله لا كما أنتم تفهمون، لا نريد التوجه التقرب إلى 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 الله نفسه، كما قال في آية أخرى ابتغاء مرضات الله. ما هي وجه الله المقصود هنا؟ يعني يريدون مرضات الله سبحانه وتعالى. فهذه بالنسبة لوجه الله. كلم الله موسى تكليما، قال الواحد في تفسيره، يعني مخاطبة من غير واسطة. من أين أتيت بها أنه هذا بصوت ولا بالنداء؟ هو يتكلم أيضا، يستدل أنه ناداه ربه. طيب النداء بيني وبينك هذا بالحرف والصوت، لكن الله سبحانه وتعالى ينادي ويكلم من يشاء من غير واسطة ومن غير حرف ولا صوت ولا كذا. بل يداه مبسوطتان، هذه كناية عن الكرم، هذه كناية عن الكرم يا أستاذ، كناية عن الكرم. لأنه أرجوك عشان الحوار هذا كلنا نفهم الحوار ماشي ازاي. طيب أستاذ ألكسندر، ثانية واحدة بس، تحياتي أستاذ أليكس. أرجوك أنا هشرح لك اللي حصل، والأستاذ أبو والأستاذ وليد بيقولوا ايه، بس اهدى معايا بس يا استاذ اليكس والشباب يهدوا معايا ثانيه واحده. بص يا استاذ اليكس، احنا بنتكلم على تكسير الله في القران، لطالما نكر المسلمين ان المسيح تم تكسيره. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الاب لما نزل وجسد نفسه حصل ايه؟ انكرنيشن في جسد المسيح. اذا الجسد الالهي تحول من لاهوتي الى ناسوتي، فقال لك لا 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 الله منزه عن ذلك.